الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على انخفاض بلغ $1.63 ليصل إلى $79.96، ويسجل خسائر أسبوعية كبيرة بلغت $5.04، بما يعادل 6.56%. وأغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض بلغ $1.63 ليصل إلى $80.51، وسجل أيضا خسارة أسبوعية كبيرة أيضا بلغت $5.33 أو ما يعادل 6.21%. أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له على ارتفاع بمقدار 56 سنتا ليصل إلى $81، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت $4.65. أفادت مصادر صحفية بأن ارتفاع نسب التضخم والغلاء المتأثرة بالسياسات الاقتصادية للسلطات الحكومية في العراق باتت تثقل كاهل العراقيين وتؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لديهم. وأوضحت المصادر أن الأسواق العراقية شهدت حالة من الركود وقلة التبضع بعد ارتفاع الأسعار مع حلول عيد الفطر إثر الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والأجر اليومي عقب ارتفاع معدلات التضخم في البلاد. وذكر موقع CNBC العربية أن استمرار تفوق الدولار على حساب الدينار في سوق الصرف تسبب في تذبذب حركة الأسواق، لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع كافة بين 20 و25% عن السنة الماضية. أعلن مسؤول إيراني دخول 700 شاحنة تجارية يومياً إلى العراق عبر منفذي برويز خان وخسروي الحدوديين مع العراق. وقال المشرف على مقامية قصر شيرين التابع لمحافظة كرمانشاه الإيرانية أن الجانب العراقي سيتعاون مع إيران بنفس الشكل في عطلة عيد الفطر، حيث أن كل أجهزة الخاصة بالصادرات والنشاطات التجارية تواصل عملها في الحدود المشتركة، وليس هناك أي تعطيل في تصدير واستيراد السلع بين الجانبين. وأضاف أن حصة هذين المنفذين الحدوديين في قضاء قصر شيرين تبلغ 43% من إجمالي صادرات محافظة كرمانشاه إلى العراق. أعلن وزير المالية المصري محمد معيط تخصيص مبلغ 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين هذا العام اعتباراً من الأول من شهر نيسان الجاري حتى منتصف شهر آب المقبل. وقال معيط إن زيادة سعر توريد كيس القمح 150 كيلوغرام من 865 جنيهاً إلى 1500 جنيه كلف خزانة الدولة أكثر من 19 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي إثر رفع سعر الكيس بنسبة 74% دعماً للمزارعين ولتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الهامة بهدف إرساء دعم الأمن الغذائي وتخفيض الفاتورة الاستيرادية. تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بعد أن ابتعد المستهلكون عن الشوارع الرئيسة في مواجهة سوء الأحوال الجوية وأزمة غلاء المعيشة. وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إن المبيعات في البلاد تراجعت بنسبة 0.9% من حيث الحجم الشهر الماضي، وكان هذا أسوأ من التوقعات بانخفاض نسبته 0.5%، وتلاه ارتفاع بنسبة 1.1% في شهر شباط بسبب عمليات شراء قوية في متاجر التنزيلات. وتأثرت مبيعات المواد الغذائية خاصة من جراء التضخم المتفشي الشهر الماضي. وقبل الختام، إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز، كل عام وأنتم بخير.